عليكم. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ نود التفصيل. وما حكم الصوت الطبيعي إذا أدخل عليه المؤثرات الصوتية فيصبح صوتا آخر قد لا يتميز عن صوت الآلات الموسيقية؟ والله يا إخوان، الله عز وجل قد أنزل لنا القرآن وجعل ترتيله عبادة، وأمرنا بأن نحسنه بأصواتنا ونحسن أصواتنا به، وما شرع لنا الأناشيد، فما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد، فجعل الأناشيد قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يجوز، وبدعة من البدع فإنها محدثة. أما جعل الأناشيد عادة وليست عبادة وليست قربة، فنقول إنا ننظر فيها، فإن كانت على وجه محرم فإنها محرمة، كأن كانت بكلام محرم، كما يقول بعضهم مثلا: يا صلاح الدين قم هذه الأمة، ما أدري، يخاطب صلاح الدين ويستغيث به أو نحو ذلك، تكون محرمة لما تضمنته من الكلام المحرم. وإن كان الكلام مباحا وكانت على وجه يشبه الغناء أو من الغناء فهي محرمة. أما قولي من الغناء بأن تدخل فيها مؤثرات تعد موسيقى، فإننا نسمع اليوم ما يسمى بأناشيد يقولون إسلامية، لا فرق بينها وبين الأغنية في المؤثرات التي تكون معها. يدخلون الآن بالكمبيوتر مؤثرات تشبه الموسيقى. وأما قولي تشبه الغناء، فإذا كان فيها طرب كطرب الغناء، فهي ملحنة كتلحين الغناء سواء بسواء، فهي فيما ظهر لي محرمة. أما إذا لم تتخذ قربة ولم يكن فيها كلام محرم ولم تكن غناء ولم تشبه الغناء ولم تصد عن ذكر الله، لأنها إذا صدت عن ذكر الله فهي محرمة. بعض الناس يبتلى بهذه الأناشيد حتى لا يكاد يطيق أن يسمع القرآن، فإذا كانت لم تتخذ قربة ولم يكن فيها كلام محرم ولم تكن غناء ولم تشبه الغناء ولم تصد عن ذكر الله، فلا أعلم دليلا يدل على تحريمها. لكن إذا نظرنا إلى الموجود بين الناس لا سيما في زماننا هذا، وجدنا أنه الغالب لا يخرج من الأمور الخمسة التي أشرنا إليها. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة عمي ربتني 21 سنة. بعض الناس يقول يعني نحن حرمنا الغناء فنريد أن نوجد بديلا. يا إخوان، الشرع إذا حرم شيئا إنما يحرمه لخبثه، هو خبيث، فلا يلزم أن يكون له بديل. لا يلزم الفقيه إذا قال هذا حرام أن يبحث للناس عن شيء يكون مقامه، لكن لو دل الدليل على أمر فإنه يقال به. ونحن عندنا ما يشغلنا في أوقاتنا كلها مما نتقرب به إلى الله: نقرأ القرآن، نسمع القرآن، نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم. ليس عندنا وقت لأمور
في الحقيقة يعني فيها ما فيها من الأمور. وأيضا يا إخوة الناظر في حال الناس اليوم يرى التوسع الشديد، حتى الآن أصبح هناك أناشيد باللهجات العامية ويسمونها إسلامية. وقد أعجبني أحد الشباب قال يا شيخ والله مررت بجوار بيت جارنا وهو ملتزم، وهذا الشاب عامي من العوام، يقول مررت بجوار بيت جارنا وهو ملتزم فسمعت فيه صوتا ظننته غناء، ثم تبين لي أنه ما يسمى أناشيد. لا ينبغي أن يستدرجنا الشيطان ونكون على بصيرة من ديننا.